بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الطيب الطاهر الأمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. الله تعالى أسأل أن يرزقنا حسن النية. كمان اليوم إن شاء الله سنتوسع قليلا في بيان الألفاظ، في بيان بعض الألفاظ التي تدور في هذا الفن اللي هو علم مصطلح الحديث، لكن نذكرها باختصار إن شاء الله. ذكرنا منها السند. أولا، السند اصطلاحا يعني المعنى الاصطلاحي عند علماء هذا الفن، ما معنى السند عندهم اصطلاحا؟ هو الإخبار عن الطريق الموصلة للمتن، يعني هذا المتن كيف وصل إلينا؟ قلنا المتن هو كلام النبي عليه الصلاة والسلام أو فعله. كيف وصل لنا؟ في طريق، في طريق سلكت حتى وصل إلينا هذا المتن. هذه الطريق اسمها السند، وهي رجال الحديث، يعني الذين رووا هذا الحديث، هذا الحديث، الذين رووا هذا الحديث إلى أن يصلوا إلى المتن. فيبدأ المتن بانتهاء رجال، بذكر رجال الحديث، وعلم السند علم مهم، مهم جدا، علم عظيم في الأهمية. ولأهميته بعض العلماء ضرب مثالا لذلك، فقال: هل ترقى إلى السطح من غير سلم؟ هل تستطيع الصعود إلى السطح من غير سلم؟ أمر السند مع المتن قريب من هذا، لا تستطيع الوصول إلى المتن من غير أن تمشي في طريق السند، لأنه عن طريق السند تستطيع في الغالب أن تميز، في الغالب يعني المحدثون العلماء الحديث في الغالب تستطيع أن تميز هل هذا الحديث صحيح أو ليس صحيحا. هذه نقطة. نقطة أخرى، المحافظة على سلسلة الإسناد. إذا بتلاحظوا تجدون أن المحافظة على سلسلة الإسناد شيء اختصت به الأمة المحمدية دون سائر الأمم، لا يوجد عند أمة أخرى. اليهود مثلا لا يوجد عندهم سلسلة إسناد متصلة منهم، من يهود اليوم مثلا، إلى موسى عليه السلام. شو إسنادهم إلى موسى؟ عندما يحدثون عن موسى ما هو إسنادهم؟ لا يوجد عندهم إسناد متصل إلى موسى عليه السلام. كذلك النصارى
ليس عندهم سلسلة إسناد متصلة منهم إلى عيسى عليه السلام، فهذا شيء خاص بهذه الأمة. لذلك كان دخول التحريف على ما جاء به موسى وعيسى عليهما السلام سهلاً. من ليس عندهم إسناد فبسهولة حرفوا ما جاء به موسى وما جاء به عيسى. لذلك الدين الذي عليه اليهود والذي عليه النصارى يسمى دينا محرفا، يسمى دينا محرفا. أما تحريف شرع الرسول محمد صلى الله عليه وسلم فهذا لا يكون، هذا لا يكون، فهو محفوظ بحفظ الله تعالى له. ومما حفظ به دين الإسلام الإسناد، لأنه لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. شو إسنادك لهالكلام؟ ما في، فكيف يؤخذ بكلامك؟ عندما تحدث عن فلان وفلان أنت ما أدركته، مات قبلك بمئات السنين، عندما تحدث عنه وتقول قال فلان، من أين أتيت بهذا؟ ما هو الطريق الذي سلكته للوصول إلى أن فلانا قال ذلك؟ من هم الرجال الذين رويت عنهم وهم رووا عمن قبلهم وهكذا إلى صاحب القول الذي تنقله؟ فالإسناد مهم جدا، إلى حد أن بعض العلماء قال الإسناد سلاح المؤمن، الإسناد سلاح المؤمن. قلنا وإلا لقال من شاء ما شاء. اثنين، المتن، يعني الحديث إسناد ومتن. بينا ما هو الإسناد، ما هو الإسناد، ما هو المتن؟ المتن هو غاية آخر ما ينتهي إليه السند من الكلام. شو السند؟ أنت عم تقول حدثنا فلان، حدثنا فلان، قال حدثنا فلان، حدثنا فلان، قال رسول الله. بعد قوله قال رسول الله، الكلام الذي يأتي بعد ذلك هو المتن. مثلا يقول الحافظ أو المحدث حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن ابن عمر، يعني ابن عمر بن الخطاب، عبد الله بن عمر بن الخطاب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. إلى هنا هذا كله سند، ثم بعده لا يبيع بعضكم على بيع بعض، لا يبيع بعضكم على بيع بعض، هذا هو المتن، هذا هو المتن الذي هو غاية السند، نهاية السند، يعني هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا العلم يتعلق بمعرفة السند وبمعرفة المتن، فموضوعه الراوي والمروي، في الراوي وفي المروي
وفي المروي عنه. الراوي هم أهل السند، المروي هو الحديث المتن، المروي عنه بالنسبة للحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فموضوع هذا العلم الراوي والمروي من حيث القبول ومن حيث الرد. هذا العلم بإيش يفيدك؟ هل هذا المروي مقبول توفرت له شروط القبول والصحة، أم هو مردود؟ بهذا العلم تعرف، بهذا العلم تعرف. وذكرنا أن واضع هذا العلم هو القاضي أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرامهرمزي، الرامهرمزي هو من أهل القرن الرابع الهجري على ما أذكر، من أهل القرن 300 وكذا، من أهل القرن الرابع الهجري. الآن ننتقل للكلام، يعني كله بعد هذا ما بدأنا بالمتن، يعني بمنظومة البيقونية، هذا تمهيد. الآن ننتقل للكلام على أقسام التحمل. التحمل يعني التلقي، أنت عندما تروي شيئا، تروي حديثا، ترويه بالتلقي أم من غير تلقي؟ إن كان ترويه بطريق أحد هذه الأقسام الثمانية التي سنذكرها بتكون أنت متلق، يعني ترويه بالتلقي، يعني توفرت عندك أحد أقسام التحمل. التحمل ثمانية أقسام. الأول، القسم الأول وهو أعلاها، سماع لفظ الشيخ. الشيخ يعني المحدث، لأنه يروي بإسناده إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول حدثنا فلان، حدثنا فلان، أنبأنا فلان، أخبرنا فلان إلى آخره. حنحكي على هذه العبارات وكل واحدة شو بيقصدوا فيها علماء الحديث، أمتى بيقول حدثنا، أمتى بيقول أخبرنا، أمتى بيقول أنبأنا، وأمتى بيقول غير ذلك. فأعلى حالات التلقي، أقسام التلقي، أن تسمع لفظ الشيخ، وهو أعلى أنواع التحمل. وقد يكون الشيخ يروي من صدره، يعني من حفظه، يقول غيبا، ما حامل كتاب وعم يقرأ منه. وقد يكون يروي من كتابه، كتابه هو اللي هو يقرأه على شيخه، مش أي كتاب هو ما سمع فيه يرويه، لا، من كتابه الذي قرأه على شيخه، الذي أخذه عن شيخه، سمعه من شيخه، أو حصله بأحد أقسام التحمل. وأنت تسمع، هو يقرأ إما من حفظه وإما من كتابه وأنت تسمع. طيب أنت سمعت الشيخ قال حدثنا كذا، حدثنا فلان، حدثنا فلان، ثم ذكر متن الحديث، أنت سمعت. هون لما سمعت وبدك تخبر غيرك، بدك تحدث غيرك، شو بتستعمل؟ في هذه الحال الراوي يستعمل مثل لفظ، يعني هذا اللفظ أو مثله، مثل لفظ حدثنا فلان. هنا تقول حدثنا فلان، لما تسمع من الشيخ إن كان من صدره أو يقرأ من كتابه، فتريد أن تبلغ
تقول حدثنا فلان، أو أنبأنا فلان، أو سمعت فلانا يقول، أو قال لنا، أو حدثني، أو أنبأني، أو نحو ذلك. لما حكينا حدثنا لشؤون ترجع تقول حدثني. في فرق بين حدثنا وحدثني عند علماء هذا الفن، عند علماء الحديث نعم يوجد فرق بين حدثنا وحدثني، أنبأنا وأنبأني، لأنه عند علماء الحديث هناك فرق بين حدثني وحدثنا. فمعنى حدثني أنا سمعت منه، أما حدثنا معناه كنت أنا وكان غيري. لنفترض مثلا أنت كنت في غرفة الشيخ ليس معكما أحد، فحدثك، حدثك شو يعني؟ ذكر لك حديثا بإسناده. فإذا خرجت تقول للناس حدثني الشيخ، قال حدثنا فلان، قال حدثنا فلان، تروي الحديث. أما إذا كنت في جمع والشيخ حدث، حدث مش ساير، عم نحكي بعلم الحديث، مش حدثنا سايرنا وأخذ وعطى معنا، لا. فتقول حدثنا لأنه أنت سمعت وغيرك سمع. وقد تكون أنت معك الكتاب الذي الشيخ يحدث به وغيرك ما معه الكتاب، يعني ما عم بتابع على الكتاب، بس كلكم في السماع من الشيخ نفس الحكم. يعني لو واحد ما معه كتاب وطلع قال حدثنا الشيخ، هو نفس الأمر، سمع من الشيخ، هو أعلى أقسام التحمل، أعلى أقسام التلقي. تشوفوا قديش دقيق هذا الأمر. هلا بتلاقوا الناس يلا بقول لك قال رسول الله، ولا عنده سند، ولا عنده، ولا عنده إجازة، ولا هي مناولة، ولا هي وصية، ولا هي مكاتبة، ولا هي وجادة، اللي حنحكي عنه الأقسام. مثل هذا الإنسان لو حدث ما بيأخذوا منه العلماء، لا يروى حديثه، حديثه لا يروى، يعني لا يدخل هو في إسناد الحديث. قلنا أو قال لنا، أو ذكر لنا، قلناها أو ذكر لنا، أو حدثني، أو أنبأني. قلنا عند علماء الحديث هناك فرق بين حدثني وبين حدثنا. هذا أول أقسام التحمل، احفظوها. التحمل يعني التلقي، أنت أخذ الكتاب بالتلقي، يعني بأحد أقسام التحمل، هيك معناها. الثاني من أقسام التحمل يأتي في الدرجة الثانية، هو القراءة على الشيخ، أنت تقرأ والشيخ يسمع. فإما أن تقرأ من حفظك أو من
كتاب تمسكه بيدك والشيخ يسمع يعني بشرط أن يكون الشيخ متيقظا يعرف ماذا تقول مش نعسان تعرف النعاس واحد يسمع أصوات ما بيميزها بعد ما غفل بعد ما دخل في النوم اسمه نعاس بيسمع أصوات بس ما بيميزها الشيخ إذا بتكون بهالحالة ما بتكون قرأت عليه بده يكون متيقظ يعرف ماذا تقول في مثل هذه الحال يقال قرأت على الشيخ لما بدك تروي لغيرك تقول قرأت على الشيخ ذكروا الحديث اللي كررناه أكثر من مرة خلال الفترة بلغوا عني ولو آية بلغوا عني ولو آية نحن كيف وصل إلينا القرآن الكريم بالإسناد نحن وصل إلينا القرآن الكريم بالإسناد فإذا يقال قرأت على الشيخ أو حدثنا الشيخ قراءة عليه حتى تميز لأنه حدثنا لوحدة أنت سمعت منه حدثنا قراءة عليه يعني أنا كنت أقرأ وهو يسمع قد يكون غيرك اللي عم يقرأ وأنت بالمجلس فتقول في هذه الحال قرئ على الشيخ وأنا أسمع شوفوا الدقة بنقل العلم دقة العلماء وحطوا كل هذه القيود للحفاظ على الأمانة الشرعية على أمانة نقل العلم فتقول قرئ عليه وأنا أسمع هذا أيضا يسمى قراءة على الشيخ وهو نوع من أنواع التحمل شو عم يقرأ على الشيخ؟ يقرأ عليه ما يرويه الشيخ يعني ما الشيخ هو معه الإذن بروايته ما سمعه الشيخ من مشايخه إما بالسماع منهم أو بقراءته عليهم أو بالإجازة أو بالمناولة أو بالوجادة أو بالوصية أو بالإعلام يعني عنده الشيخ أخذ بالتلقي وأنت تقرأ عليه ما يرويه هو يعني ما يجوز له روايته ما هو مأذون له بروايته لذلك إذا بتحضر دروس الشيخ رضي الله عنه دروس شيخنا بالصوت بصوته أحياناً يذكر حديثاً قبله يقول روينا في كتاب كذا وأحياناً يقول روينا في كتاب كذا اللي مثلنا كان جديد لا بيعرف الفرق بين روينا وروينا ما بمرقها الشيخ ما بقولك إذا قلت له روينا وهي روينا تمرق معه المهم حد يعرفه أنه أنا عم بروي لا لا وين الأمانة في نقل العلم الثالث من أقسام التحمل الإجازة وهي إذن بالرواية من عن الشيخ وهي إذن بالرواية عن الشيخ شو الفرق بينها وبين اللي قبلها
ولو لم يكن الطالب سمع من الشيخ ما يرويه هم بقول حدثنا الشيخ قال انه ما سمع منه ولا قرأه عليه ولا يقول حدثنا الشيخ بقراءة عليه قراءة عليه لأنه ما قرأ عليه إنما أعطاه الإذن بأن يروي عنه كأن يقول له مثلا أجزتك بمروياتي أجزتك بمروياتي أعطيتك إذن بأن تروي كل ما يجوز لي روايته كل اللي معي الإذن أنا أرويه أعطيتك هذا الإذن فتروي عني ما يجوز لي روايته يعني بالإسناد الذي أرويه كله أجزتك به أو كأن يقول له أجزتك بما اشتملت عليه فهرستي أجزتك بما اشتملت عليه فهرستي الفهرس أو الفهرست الكلمة بالأصل من عربي لكن تستعمل هنا شو المقصود بفهرسة الشيخ أي بما اشتمل عليه الكتاب أي بما اشتمل عليه الكتاب الذي ذكرت فيه أسانيدي ومشايخي عادة هيك بيعملوا الحفاظ والمحدثون بيعملوا كتاب فبيذكر أسانيده أنا مثلا أروي صحيح البخاري يعني بالإسناد المتصل إلى الإمام البخاري أرويه عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان لا يوصل للإمام البخاري ثم إلى النبي عليه الصلاة والسلام بسند الإمام البخاري وقد يكون البخاري روى هذا الحديث بأكثر من طريق سمعه من فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن النبي عليه الصلاة والسلام وسمعه من فلان غير الأول عن فلان عن فلان عن فلان إلى النبي عليه الصلاة والسلام وطريق ثالث وطريق رابع وكأن يقول له أجزتك بالكتاب الفلاني وحده يعني مثلا يقول له أجزتك بأن تروي صحيح البخاري عني مع أنه الشيخ يروي البخاري ويروي مسلم ويروي الكتب الستة ويروي كذا ويروي كذا ويروي كذا لكن أنت ما أعطاك إجازة ما أذن لك بأن تروي عنه إلا صحيح البخاري فما فيك بعد ذلك تقول وأروي صحيح مسلم الإذن لك بصحيح البخاري فقط ما قال لك أجزتك بأن تروي كل مروياتي كل ما يجوز لروايته وهذه أيضا إجازة صحيحة فإن عرف المجاز اللي أخذ الإجازة فإن عرف المجاز
سند الشيخ لهالكتاب هذا، شو سند الشيخ للبخاري مثلا؟ عرف الشيخ يروي البخاري بأي إسناد، عن مين عن مين عن مين، عرف المجاز سند الشيخ، وحصل نسخة معتمدة من هذا الكتاب الذي يرويه. شو يعني نسخة معتمدة من هذا الكتاب؟ يعني نسخة موافقة لنسخة الشيخ. يجوز له أن يروي هذا الكتاب ولو لم يسمعه من الشيخ. قال لك الشيخ أجزتك بأن تروي عني صحيح البخاري، أنت ما سمعت صحيح البخاري من الشيخ، لكن حصلت نسخة من صحيح البخاري موافقة للنسخة التي يروي منها الشيخ، سواء يروي منها وهو يحمل النسخة بيده أو من حفظه حافظها، فأنت حصلت نفس النسخة. الشيخ قال لك أجزتك بأن تروي عني صحيح البخاري، فحصلت نفس النسخة التي يروي منها الشيخ، وأنت ما سمعت من الشيخ صحيح البخاري ولا قرأته عليه، هذه إجازة صحيحة. لكن في مثل هذه الحال تقول أروي عن الشيخ إجازة، حتى يفهم الشخص اللي عم يأخذ منك أنه أنت ما قرأته على الشيخ ولا سمعته من الشيخ. تقول أروي عن الشيخ إجازة، أو تقول أخبرنا الشيخ إجازة، لأنه أخبرنا الشيخ مهم إنك سمعت منه، لما تقول إجازة زال هذا الوهم أو نحو ذلك. صرنا حاكين ثلاث أقسام، هذه الأنواع الثلاثة من التلقي تجيز للشخص أن يروي ما تلقاه. بهالحالة أنت سمعت من الشيخ، أو أنت قرأت على الشيخ، أو أنت أجزت من الشيخ، بهالحالة لك أن تروي ما تلقيت، هذا اسمه تلقي. الرابع من أقسام التحمل المناولة، شو يعني المناولة؟ وهي أن يدفع الشيخ، يعني يعطي، وهي أن يدفع الشيخ إلى الطالب أصل سماعه أصل سماعه أي نسخة الكتاب الذي قرأه الشيخ على شيخه. يقول لك الشيخ هذه النسخة اللي أنا قرأت فيها هذا الكتاب على شيخي، يناولك يدفعها إليك، أو نسخة مضبوطة على نسخة الشيخ. لنفطر تصوروها، أخذوا نسخة الشيخ وصوروها، عادة تعيزاتها. فناوله
هذه النسخة الشيخ ويقول له هذا سماعي من فلان، يعني من فلان الراوي المحدث اللي بيدخل بالسند، هذا يقال له المناولة. وهي ضربان نوعان، النوع الأول مقرون بالإجازة، يعني مش بس ناوله وقال له أجزتك بهذا الكتاب. النوع الأول مقرون بالإجازة، والثاني غير مقرون بالإجازة بس ناوله الكتاب. في الحالة الأولى، يعني النوع الأول، شو بيقول الشيخ للطالب؟ يقول الشيخ له للطالب هذا سماعي من فلان أجزتك به، أو هذا سماعي من فلان فروه عني. وهذا أعلى أنواع الإجازة، مش أعلى أنواع التحمل، الإجازة أنواع، أعلاها هذا، وهذا أعلى أنواع الإجازة. ففي هذه الحال الراوي يعني الطالب يقول حدثنا الشيخ، حدثنا فلان اللي هو الشيخ عادة، إجازة، أو حدثنا مناولة، الحالة الثانية من المناولة هو المناولة المجردة، يعني التي ليس فيها، هو المناولة المجردة عن الإجازة، ناول الكتاب بدون إجازة. حسيت؟ فقط يقول له هذا ما سمعته من فلان، بيعطي الشيخ الكتاب يقول هذا اللي سمعته من فلان، من غير أن يجيزه فيه، في هذا النوع من المناولة اختلف العلماء، هل يروي الطالب بواسطة هذا النوع من المناولة أم ليس له أن يروي، هل يروي أم لا يروي؟ فيه قولان، علماء الحديث لهم قولان في ذلك، بعضهم قال له أن يروي وبعضهم قال ليس له أن يروي. بعد فيه، ومن أنواع المناولة أيضا أن ينسخ الطالب كتاب الشيخ مثلا،
عندك نسخة الشيخ اللي هو أخذها على مشايخه قرأها على مشايخه، أنت نسختها يعني طبعا أذين لك فنسختها، صار عندك نسخة منها. ثم تعطي النسخة للشيخ، نسختك أنت، فتقول له هل هذا سماعكم من فلان؟ يعني هل هذه النسخة هي التي أخذتموها بالتلقي عن فلان من مشايخكم؟ هل هذا سماعكم من فلان؟ فيتأمله الشيخ، ينظر في النسخة وهو متيقظ، مش عيونه عم بغمضوا من النعاس وتعبان، يعرف ماذا يقرأ، ثم يقول له نعم هذا سماعي من فلان. هذا أيضا مناولة، الخامس عندنا خمسة وستة وسبعة وثمانية هيك، الخامس المكاتبة، من أقسام التحمل المكاتبة، وهو أن يكتب الشيخ مسموعه، يعني ما سمعه من مشايخه، صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن النسائي مثلا، أن يكتب مسموعه، أي ما يرويه، ما شرط كل الكتاب، لو حديث واحد، لو حديث واحد كتبه الشيخ وأرسله إلى فلان أو أعطاه لفلان، يعني هذا فلان هذا يا حاضر يا غائب في بلد آخر، وهو أن يكتب الشيخ مسموعه أي ما يرويه لحاضر أو لغائب ويرسله له، سواء كتبه الشيخ بخطه أو كتبه غيره بأمره، الشيخ أمره أن يكتب، فيكتب الشيخ مثلا على هذه الورقة حدثنا فلان، حدثنا فلان، حدثنا فلان، هلا نحن لأنه منا داخلين بالسند، الأضبط من باب الأأمن إذا قلنا عم نروي حديث مثلا من كتاب، نقول حدثنا فلان، يعني مثلا في هذا الكتاب قال الشيخ حدثنا فلان، انت داخل بالسند شي؟ لا، شو بتقول؟ حدثنا فلان قال، حدثنا فلان قال، حدثنا فلان قال، حدثنا فلان عن ابي هريره رضي الله عنه. هلا شو بيقول الحافظ المحدث؟ قال رسول الله. انت لانه ما انك داخل بالسند، عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله، هذا الأأمن. فيفهم من ذلك أنه أنت منك داخل بالسند. شو أن حدثنا فلان، حدثنا فلان، حدثنا فلان إلى آخر السند، أن الرسول قال، ويذكر الحديث، ثم يعطيه للشخص إذا كان الشخص حاضر،
أو يرسله له رسالة. وهذه يقال لها مكاتبة. وهي من حيث الصحة والقوة، من حيث قوة الإسناد يعني قوة الإذن قوة الإجازة، وهي من حيث الصحة والقوة مساوية للإجازة المقرونة بالمناولة، لأن هي أعلى أنواع الإجازة، ناوله وأجازه أن يقرأ في هذا الكتاب. وهي من حيث الصحة والقوة مساوية للإجازة المقرونة بالمناولة. طيب هذا اللي وسط الرسالة، شو بقول لما بده يحدث؟ وفي مثل هذه الحال يقول المرسل إليه كتب إلي فلان، هلأ نحن مثلا شو بيصير معنا؟ لو نفترض أن الشيخ بعث لي رسالة كتب لي فيها حديثا، إذا جيت أنا قلت ما فيني أقول حدثنا الشيخ وأذكر الحديث، يعني أنت كيف حصلته؟ بدي أبين في هذه في مثل هذه الحال يقول كتب إلي فلان، أو يقول أخبرني فلان كتابة أو مكاتبة. اثنين، يا هي هي، أخبرني فلان كتابة أو مكاتبة، يعني حتى العلماء الحديث قالوا شو بتقول بأي حال، شو العبارة، شو اللفظة اللي بتستعملها بأي حال، لأنهم يفرقون بين هاي الكلمة وبين هاي الكلمة، مع أن الواحد يستطيع أن يقول في كل هذه الأحوال أخبرنا، لكن لدقتهم ولشدة أمانتهم يفرقون هذه التفرقة حتى يكون الأمر واضحا عند السامع تماما. السادس الإعلام. أي إعلام الشيخ الطالبة، الشيخ يعلم الطالب أن هذا روايته عن فلان، لا قال له أجزتك ولا قال له شيء، بس خبره هذا أرويه عن فلان، إعلام فقط يعلمه، لا يناوله ولا يجيزه ولا يقرأه عليه. مثلا قال له مولانا حديث كذا، هذا أرويه عن فلان بدون ما يقرأ له الحديث، مثلا الحديث الذي فيه كذا، الإخبار عن كذا، ما ذكر لفظ الحديث، الشيخ قال له نعم هذا أنا أرويه عن فلان، لا أجازه به ولا ناوله ولا قرأه عليه، فقط يقول مثلا هذا الكتاب روايتي عن فلان. عم بحثوا مولانا أنتم ترون صحيح البخاري، نعم أنا أرويه عن فلان، هذه أعلمه بأنه يرويه عن فلان من المشايخ من مشايخه. والقول الصحيح أن هذا لا يكفي للرواية، والقول الصحيح أن هذا لا يكفي للرواية، فليس له، لا يقول في هذه الحال حدثنا فلان، فلا يقول في هذه الحال حدثنا فلان، ليس له أن يقول،
معمول حرام. عم نحكي عبارات اصطلاحات يعني. لكن إن صح سند الحديث يعمل به. يعني أنا ما أخذت هذا إلا عن طريق الإعلام، ما عندي إجازة فيه، منه مناولة، ما سمعته من الشيخ، ما قرأته على الشيخ، لكن هو الحديث صحيح فيعمل به. يعني أنا ولا غيري نعمل به. اصبروا علينا شوي نخلص الثمانية. السابع الوصية. وهو أن يوصي الشيخ عند موته أو سفره، يا عم على فراش الموت قبل ما يموت أو بده يسافر لبلد، بكتاب يرويه الطالب عنه. يقول: إذا أنا مت فليروي، واو كسرة بدون الياء لأنه فعل شو؟ فعل مضارع مجزوم بلام الأمر، فعل مضارع مجزوم بلام الأمر، هذه اللام ليروي اسمها لام الأمر. إذا أنا مت فليروي عني فلان هذا الكتاب، أو إذا أنا سافرت فليروي عني فلان هذا الكتاب. يلا هانت. الثامن الوجادة، من وجد يجد وجادة. الوجادة ومعنى ذلك أن يجد الشخص يعني أحاديث بخط إنسان وهو يعرف خطه، لما بده يحدث، لما بده يروي شو بيقول؟ فيقول: وجدت بخط فلان اللي عم يسمعه بيعرف انه هذا حصله باي طريق من اقسام التحمل، طريق الوجادة. وجدت بخط فلان قال: حدثنا فلان. إلى آخره. بهذا نكون أنهينا الكلام على أقسام التحمل الثمانية، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. هللوا وصلوا على رسول الله. لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم.